تحياتي، نشرت اليوم العصر تغريدة تتحدث عن ليفربول اللي واضح انه يورجن كلوب بيحكي مرة ثانية ما في الصفقات. خلينا نفكر فيها، ليفربول الموسم الماضي قدم موسم خارق 100%. هذا الموسم الخارق كان واقف على لاعبين أدوا مستوى مش طبيعي بالنسبة لمستواهم، يعني ماتيب قدم أحسن موسم تقريبا في مسيرته، لاعبين خط الوسط فينالدو هاندرسون قدم مباريات كويسة ومع ذلك كان في انتقادات لخط الوسط، فابينيو أيضا نصف موسم جيد، ميلنر بزيد سنة عمره بيقترب أكثر وأكثر من الاعتزال، مستوى خط الهجوم ما كان ثابت خصوصا أطراف، محمد صلاح صح تألق بفترات لكن كان غايب بفترات، فيرمينيو ختم الموسم مش مثالي، ساديو ماني ممكن كان الأفضل في خط الهجوم، فمعناها أنه احتياط ما كان في حدا موجود، ممكن أوريجي بأكم من مباراة، لكن بشكل عام ظهر كثير أنه الفريق ممكن يخسر لاعبين أساسيين. مع نبي كيتا ما قدم كثير الموسم الماضي، تيجي تتساءل معقول أعيد هذا الموسم الخارق اللي كان قائم على أساسا على أسلوب كلوب بهذول اللاعبين ولا لا؟ هل هذا الفريق محتاج لاعب بكل خط ولا لا؟ صراحة أعتقد من أكبر المغامرات اللي بعملها ليفربول أن يدخل الموسم بنفس اللاعبين تعون الموسم الماضي، لازم الفريق يعزز الصفوف. حتى مسألة الظهير الأيسر روبرتسون، مين بديله؟ مين حيكون بديله؟ هل بيقدر يؤدي بنفس مستوى ولا لا البديل؟ يعني في أسئلة كثيرة تخليك تحس أنه الفريق واقف على شعره، واقف على إصابة طويلة الأمد لأحد المهاجمين، واقف على إصابة للمدافع، واقف فعلا على شعره، مغامرة مش بفهم أسبابها، لأنه الفريق زادت قيمته، تحسنت عقوده بعد دوري الأبطال، في شيء مغامرة بده إياها كلوب، بده يثبت شيء، ممكن تعلم من درس دورتموند إنه بعد النجاحات ما تحاول تغير كثير لأنه ممكن ينهار كل شيء، ممكن هذا التفكير، ممكن التفكير شيء ثاني، ندفع عقود اللاعبين الممتازين لعندما نرجع نبيع، بس ما بدنا نبيع الآن لأنها بتكون رسالة سلبية، بس بشكل عام أعتقد مغامرة كبيرة جدا من ليفربول وكلوب دخول الموسم بنفس اللاعبين إلا إذا بيستنوا لآخر أسبوع يعملوا صفقة أو ثنتين.